عقدت هيئة الرؤية الشرعية جلستها برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأعلن معاليه عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه يكون يوم غد الأحد الأول من مايو 2022 الموافق للثلاثين من رمضان 1443 للهجرة، هو المتمم لعدة شهر رمضان، وبعد غد الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد. وأنه لم يتقدم أحد بشهادة حتى صدور هذا البيان، فإن يوم غد الأحد سيكون هو المكمل لعدة شهر رمضان 30 يوما، ويكون بعد غد الاثنين 2 مايو 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية. وقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعا جعله الله عيدا مباركا عائدا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى العائلة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين الوفي، وإلى العالم الإسلامي أجمل التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر المبارك، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يجعل هذا العيد فاتحة خير وسلام ويمن وأمن وأمان، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالعزة والكرامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.